تتعهد بتقديم المذكرة وبيان موقف المتهم والمراحل التي مر بها حبسه في الجلسة القادمة حال حضوره جلسة المحاكمة. وشكرا سيد الرئيس. شاكر فضلك. شكرا للنيابة العامة. حد من الدفاع عايز يتكلم في حاجة؟ تفضل. هيئة الدفاع بتطلب برضو التأجيل مع استمرار الاطلاع على أوراق الدعوة، حيث أننا لم يتم إلى الآن تصوير كافة مستندات تحقيقات الدعوة حتى الآن. فاحنا هي عدلها للجلسة القادمة في حال أرجو من جميع دفاع المتهمين إن الجلسة اللي جاية هتكون جلسة استماع للطلبات إن شاء الله. سيدي إحنا بقالنا 3 أشهر دلوقتي في هذا الموضوع، أرجو إن الجلسة اللي جاية نبدأ نسمع الدفاع وننطلق إلى الإمام. التأخير مش من الدفاع سيد الرئيس، التأخير من تصوير المحكم الموجود في دار القضاء العالي حتى اليوم لم يقوم بتصوير كافة المستندات الموجودة. فالتأخير مش من الدفاع تماما سيد الرئيس. فاحنا الجلسة الجاية احنا كنا محضرين طلبات سيد الرئيس عشان نقولها النهاردة، ولكن الجلسة القادمة بعد استكمال الاطلاع سوف نبدي كافة الطلبات ان شاء الله رب العالمين. احنا النهاردة بنجور احنا بنشوف التصوير. رجاء من السادة المصورين ممنوع الحركة من مكانك على البنش الا برفع ايدك واذني مني بصفة شخصية، ان لم اذن فلن تتحرك. هتتحركوا هلغي الاذن. المحكمة لها الوقار ولها القدسية، على الكل ان يجلس مكانه. ممنوع الحركة في القاعة الا باذن المحكمة. هذا الكلام يجب ان يكون واضحا للكافة. من سيتحرك سألغي له تصريح. حواري واضح. اتفقنا الاساتذة؟ نسمع حد تاني عايز يقول حاجة؟ بس ارجو بالترتيب، يعني الاستاذ حاضر عن المتهم الخامس. حاضر. نشوف المتهم السادس، حد عايز يتكلم عنه؟ عن حق التاسع عليك. الخامس والتاسع معلي. طيب. استاذن الهيئة الموقرة، احنا في الجلسة الماضية ابدينا طلبات والمحكمة الموقرة استجابت لبعضها، فاحنا عايزين نعرف تنفيذ هذه الطلبات، لان قالوا لنا احنا هنبعت للمحكمة الرد سواء من مجلس الشعب او من وزارة الداخلية. فهل وصلت الردود للهيئة الموقرة ام لا؟ الحقيقة ما عندناش رد غير رد وزارة الداخلية، بس انا حريص على الا اعرض حاجة الا بحضور المتهمين جميعا. احنا بنرجئ للظروف الامنية بنقدرها لغاية الجلسة اللي جاية. انا معايا رد وزارة الداخلية باسماء السادة وزراء الداخلية حتى الان، لكن انا بفضل العرض بحضور المتهمين جميعا. هو اللي ترى الهيئة الموقرة، ولكن الطلب ده متعلق بطلب اخر عشان ما نجيش الجلسة جامعة عليك ان احنا ايه نطلب الطلب اللي احنا محتاجينه من هذا الطلب فتتأجل الدعوة اكثر من هذا. طلباتك يا استاذ، والمحكمة بتقدر الطلب تستجيب او تسيبه في الورق تحت المبصرة. بعد فضل الاحراز معليك مع المستشار. الاحراز حاضر، بس يعني موضوع الاحراز ده المحكمة ادت فرصة وقالت تعالوا اطلعوا وما جيناش تاني يوم. لا جينا معاليك، رحنا المحكمة وقابلنا معالي المستشار عضو الشمال معاليك، ورحنا سعادتك واطلعنا على بعض الاحراز وصورنا بعض الاحراز. على حال سنزيل العقبة دي الجلسة دي، وارجو الجلسة اللي جاية نكون انتهينا من موضوع الاحراز وموضوع الطلبات، وان تكون الطلبات من الدفاع المتهمين ال11 او ال10 الحاضرين كتابية مع اننا هسمحها شفاهة. طب ما طلبته الهيئة الموقرة من النيابة العامة بشأن الاستعلام وضم المحاضر الخاصة بعربات الهيئات الدبلوماسية والسفر الأمريكية. النيابة العامة أوضحت وجهة نظرها، قالت على وجه الصراحة أنها نفذت جميع القرارات ولكن ستعرض في الجلسة المقبلة. خلاص يا فندم، أشكرك. نفذت بس لحضور المتهمين عشان نوفر العدالة في صورة أفضل. إن شاء الله. شاء الله. شكرا يا فندم. تفضل. عن المتهم حاضر معاليك، عن المتهم السادس، عن الاستاذ الدكتور نبيل مدحت سالم. اتفضل. مع المتهم السادس كل الاعزاز والتقدير والاجلال لمعاليكم لحرصكم الحثيث على انتظام الجلسات وحضوركم النهارده رغم الدواعي الامنيه المؤسفه اللي بتتعرض ليها البلد. بنشكر معاليكم، وبرضو ان كان لنا طلبات بنستاذن معاليكم الجلسه القادمه ان شاء الله. والسيد المستشار مكننا من الاطلاع على وجه الاكمل. نشكر معاليه. اشكر. شكرا. اتفضل.
حد تاني؟ ايوه. عن المتهم؟ الثامن اذا عطيت. الثامن؟ طلبات. اتفضل. نلتمس من الهيئة الموقرة. المصور اللي واقف، تصور وأنت جالس، اللي هيقف هلغي له تصريح. كلامي واضح، لن أتهاون. ستظل القاعة كده، الشهيق والزفير، لا يزيد عن هذا. اتفضل. أرجو أن أثبت طلب في محضر الجلسة. التمس طالبا من الهيئة الموقرة فتح التحقيق بشأن الاتهام الثاني الموجه للمتهم الثامن بأمر الإحالة من قبل النيابة العامة، وذلك بالتقصير، الاتهام في التقصير في رصد العنصر الأجنبي مما أدى إلى دخول البلاد واقتحام بعض السجون وهروب بعض المساجين، الأمر الذي ترتب عليه في هذا الاتهام الإهمال مما أدى إلى إتلاف المشاهد. يعني أرجو القراءة بالهدوء عشان هو يقدر يكتب وراك. تكتب يا أستاذ محمد. يعني هتقول واحدة واحدة وتبعد الميكروفون شوية علشان احنا نسمعك وهو بالتبعية يقدر يسمعك. فتح التحقيق بشأن الاتهام الثاني الموجه إلى المتهم الثامن بأمر الإحالة من قبل النيابة العامة ونص هذا الاتهام التقصير في رصد العنصر الأجنبي مما أدى إلى دخول البلاد واقتحام بعض السجون وهروب بعض المساجين، الأمر الذي ترتب عليه في هذا الاتهام الإهمال مما أدى إلى إتلاف المنشآت، وحيث إن هذا الاتهام قدم المتهم ما يثبت براءته للنيابة العامة في بداية التحقيقات عن تقرير أثبتته النيابة العامة وفرغته من صفحة 74 حتى 98 وأفاغت منه العنصر الأجنبي، ولم تلتفت له النيابة أو يتم التحقيق فيه. أيضا بالاطلاع على التحقيقات التكميلية تبين أن النيابة العامة لم تقم بالتحقيق فيه، وقد ظهر جليا من الاتهام الموجه إلى المتهم محمد مرسي العياط بأن هذا الاتهام هو ما سبق الاتهام المتهم الثاني به، لذا فإنني أتمسك بإجراء تحقيقا مستفيض بشأن هذا الاتهام. وشكرا معالي الرئيس. شكرا. حد عايز